ماذا يعجبني في شخصيه المسيح؟ طبعا لو اردت اتكلم نحتاج الى عشرات السنين حتى توصف هذه الشخصيه الرائعه الفذه الفريده. لكن اليوم انا عاوز اتكلم من ناحيه عمليه من الانجيل المقدس. اذا نظرنا لهويه يسوع المسيح بيتميز وبيختلف عن اي رسول، عن اي نبي في هذا الوجود، عن اي حكيم، عن اي معلم. فالمسيح ولد بمعجزه، حبل به من الروح القدس، المسيح جاء من السماء. ثم المسيح هو معجزه اخلاقيه، هو لم يفعل خطيئه، لم يوجد فيه خطيئه او اي عيب. لكن الشيء اللي لفت انتباهي في شخصيه يسوع المسيح وهو على الارض طلب من الاصدقاء والاعداء على السواء قال من منكم يبكتني على خطيه؟ والمسيح اذا اردنا ان نطلع على هويته على شخصيته يكفي ان نقول انه جاء من السماء.